انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي، انا اصلا جاي عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا حلوه دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامل له مفاجاه. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هتخيل. بتعملي ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ انا. يا سلام. طب كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي ايه انت بس؟ انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمع. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقولة؟ انت كنت ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. هاني دي. اهلا يا سلام. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقولي كده؟ اوعى تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا. بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ طب انا على اذنكم. نايس ميتينج يو. هاي نايس ميتينج يو تو. سودان يا حبيبي. اون كوم اوس سودان. ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي انا كده فهمت. انت كلمتيه هو قطع تذكره وجاي من غير ما يبلغني، جاي تفتش عليا يا سيادتك. والله ابدا يا بابا، انا لما عرفت من عمتي انك تعبان وعملت قسطره كان لازم اجي اطمن عليك. وبعدين انا كلمتك وانا في المطار وتليفونك كان اوت اوف ريتش. ايوه انا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته انا قلت لك ايه؟ بابا انا ما جيتش عشان كده. قالتك انها جت لي المستشفى وانا في حاله صعبه، وقعدت تزعق وعملت فضيحه وتقول كلام سخيف. قلت له كده؟ يا مراد انا كنت مرعوب عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. أنا جيت هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زحمة، وعرفت إن الهبابة اللي اسمها داليا دي عايشة معاه، فهمني أنت طبعًا. أنا قلت لك وإحنا في الطريق إن ده عادي. عادي إيه أنت وهي؟ يا ابني مفيش بيني وبين داليا أي حاجة خالص. وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر. يا ابني افهم، ما تبقاش زي عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصة خلتها تيجي تعيش عندي. يعني الموضوع أو ملعبك حبتين أنت يعني. بتكذب يا مراد. لا احترمي نفسك. أنا مش هسمح لك بأي تجاوز، أنا أخوك الكبير. ما تخلينيش أتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للأبد، مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني. لا احترمت اسمك ولا سنك ولا قلت الجرحي كلها. أنا ماشية فيري ناستي. هل حد يوصلك؟ في 60 سلامة سيبها تمشي. يا عمته سيبها تمشي. يا ليلى. يا ابني مفيش حاجة بيني وبين داليا مالي في دماغها ده. أنت متأكد؟ أصل اللي أنا شفته بيقول غير كده. مجرمه وبورنوس. انت مش فاهم برضه. انت مش فاهم. بص اصل الموضوع انا كنت مكسل اقوم اخد شاور حبيبي. اهم حاجه صحتك. اهم حاجه صحتك. اصلها جميله قوي. يوه بص انا جاي مصر 24 ساعه عشان اطمن عليك وراجع. انت لحقت؟ اي يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونه بكره اسبوع. بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي لي حاجه اشربها.